أن الإنسان، لاحظوا الآن، في حياته عنده مجموعة من مكونات ذاته. عندنا مثلا توكيد الذات، هنا التوكيد، التقبل، الثقة والتقدير، التقدير. طيب خليني ارجع لكم، تذكرون المثل هذا اللي تو جبته، اللي هو اللي مسويت كذا وسويت كذا، احمد وخالد وكذا. بناء على شرح المكونات سنكتشف ان هذا قوي في توكيد ذاته، كان يعارض، وضعيف في الثقة، ضعيف في الثقة، وان هذا ضعيف في توكيد الذات، ما يقدر يناقش، مسكين، لكنه قوي في الثقة. طيب ما معنى الثقة؟ خلوني ارجع مرة اخرى، توكيد الذات متعلقة بالتعبير، متعلق بالتعبير. الثقة متعلقة بالأداء، بالعمل. أي شيء في أداء هذه ثقتك، عندك قدرة ولا ما عندك قدرة، عندك قدرة ولا ما عندك قدرة، هذه ثقة. أي شيء متعلق بالشعور بالأهمية هذا اسمه تقدير، أنا مهم ولا ماني مهم. لذلك الناس اللي إذا دخل مجلس حطوه في طرف المجلس أو في رأس المجلس، هذا يحرك عنده التقدير، ما له علاقة بالتوكيد ولا الثقة ولا غيره، تقدير الذات، أنا لي قدر ولا مالي قدر. رابعا تقبل الذات، متعلق بالشكل الخارجي وظروف الإنسان وما إلى ذلك. لاحظ الآن توكيد الإنسان وتقبله وثقته وتقديره، هذه الأربعة أشياء، هذه يا جماعة ما في أحد متكامل فيها، ما في. هناك ما يسمى بالثقة الموقفية، الثقة الموقفية أي أنها متعلقة بموقف. اسمعني بقلبك، الله يرضى عليك، اسمعيني بقلبك، ما في أحد واثق في كل شيء ودائما، ما في يا جماعة. هناك ما يسمى بالثقة الموقفية، يسمى إنسان واثق إذا غلب على سلوكه المواجهة، يا واثق، إذا غلب على سلوكه الهرب هذا مو بواثق، لكن ما في أحد دائما، ما في أحد دائما. طيب وش الثقة الموقفية؟ بمعنى أنك أنت في مواضع واثق منها، وفي بعض المواضع أنت تنخفض فيها ثقتك، وفي مواضع هنا ثقتك كويسة، بعضها هنا منخفض، بعضها بعض المواقف هنا مرة تتوتر وتخاف، بعض المواقف أنت واثق جدا 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 جدا. طيب هل هذا طبيعي؟ يا نعم طبيعي، طبيعي ونص. طيب هنا ليش أنت انخفضت مرة؟ هذا لأن عندك تجارب سلبية في هذا الموضوع نفسه. إذا قلت لك كرره خلاص تخاف، ما عاد تبغى تسويه، تخاف. أعطيك مثال، الآن الطفل تجيب له بريك، الطفل الصغير مرة تجيب له بريك عشان أنت تخوفه ما يلمس شيء الحار، تقوم تخليه يلمسه ويحره، خلاص حره، تألم، عنده تجربة سلبية فيها خوف، تجي تعطيه البريك بعدين أو يشوف أي بريك لو هو على المجلة بيخاف ويتوتر. نزوله هنا وتوتره الموقفي من البريق الأحمر تحديدا، ليش؟ لأن عنده تجربة فاشلة أو ربما تجارب، والتجارب الفاشلة يا كرام مثل المرسات، هذه المرسات اللي في السفينة، بقدر ما هي كثيرة تكبر المرسات، كل ما لا تسحبك تحت، تسحبك تحت، كل ما كانت تجارب تخاف مرة، راح نتكلم عن كيف نتجاوزها. طيب النجاحات مثل الرافعة، النجاحات تجعلك تشعر بالثقة أعلى وأعلى وأعلى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، تبدأ تشعر بأن ما عندك مشكلة في هذا الموقف. إذن هناك ما يسمى بالثقة الموقفية. الناس لما تجي تقولك أنا ما عندي ثقة، سؤالها غلط أصلا، وبالتالي شيء أسوي معهم، أجلس أنا، وهذا كتبت في الكتاب عندكم نموذج، أقول له تعال حدد انتبهوا الأشخاص والأماكن والمواقف والأعمال والأزمان اللي تهتز فيها ثقتك، راح يكتشف أن عنده نزول في ثلاث أربع أشياء. هذه النزول في ثلاث أربع أشياء ناخذها نسوي لها برنامج علاجي تدريجي للمواجهة، بس ما في حد اسمه ماني بواثق أبد يا جماعة، لا، فيه
على الأقل أنت واثق أمام من هو أقل منك، على الأقل أنت واثق في الأعمال اللي أنت معتاد عليها. إذا أنت واثق، عندك شعور بالقدرة وموجودة القدرة. طيب خلوني أقول لكم حاجة ليست سرا. أنا يا جماعة لا أجد خوفا بفضل الله عز وجل أني أقف أمام 2001، أني أجي قدام 2001 وألقي محاضرة، ما أشعر بالتوتر بفضل الله عز وجل. لكنني لا أجرؤ أن أدير ظهري وأصلي باثنين، اثنين ما أقدر أصلي بهم. الإمامة عندي توتر غير طبيعي، خوف. وصل لمرحلة أني إذا جيت في المسجد والإمام تأخر، يعني عندنا مسجد كان إمامي تأخر كثيرا، وصلت لمرحلة أني خشيت أني أجي المسجد يقدموني للصلاة، صرت أجلس برا إلى أن تقام الصلاة. وصلت لمرحلة من الخوف وعدم الثقة في الإمامة أني أكبر لتحية المسجد وأطول حتى تقام الصلاة، حتى لا يقدمني أحد. خوف، هذا معيق. نعم معيق، ما يصير كذا. إيش سويت لما رسمت لي حدود الثقة؟ بديت أحدد النزول اللي هنا، اكتشفت عندي كذا عندي كذا عندي كذا مواقف، بديت أشتغل عليها. أول شيء سويته هو سميته أسبوع الإمامة. اتفقت مع الإمام، قلت له يا أبو فلان أنا بصلي عنك لمدة أسبوع، الله يجزاك خير، أعطاني المفتاح. بعدين اتفقت مع المؤذن، قلت له خلاص أنا بفتح المسجد. فصرت أجي للصلاة أنا الإمام وأحضر وأقرأ. ما تتخيلون الرعب اللي كان كنت أشعر فيه. طبعا بديت بالصلوات السرية، العصر الظهر العصر، بعدين من العصر وأنا متوتر عشان المغرب، العشاء شايل هم الفجر عاد لازم أجيب صور طويلة، توتر غير طبيعي. اليوم الأول توتر، اليوم الثاني توتر أقل، اليوم الثالث توتر أقل 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 أقل، إلى أن أدمنت الإمامة يا جماعة. صرت يا رب يتأخر الإمام عشان أنا أصلي بالناس، ما صار عندي مشكلة. ليش يا جماعة؟ لأن الخوف من أداء شيء معين، اللي سميناه الخوف من أداء ثقة، الاهتزاز ثقة. الخوف من أداء شيء معين مثل الليمونة، البرزنتيشن أو الإلقاء أمام الناس، التدريب، الخطابة مثل قضمة الليمونة. أول عضة حامضة، العضة الثانية أقل حموضة، الثالثة أقل حموضة، الرابعة قد لا تجد حموضة. ليس لأن الليمون تغير، ولكن لأن الفم اعتاد على تلك الحموضة. كذلك فيما يتعلق من الخوف من الأداء، نفس الفكرة. المرة الأولى خوف، مرة أقل خوف أقل خوف أقل خوف أقل خوف، ثم يرتفع هذا إلى الأعلى، خلاص ما عاد عندك مشكلة. وصدقا والله يا جماعة بديت أحصر الموجود تحت وأعمل له تحسينات لأطلع فوق حتى ما يكون معيق لحياتي. طيب هذا فيما يتعلق بالثقة. طيب في الشيء في توكيد الذات، في إنسان عنده قدرة أنه يكون قادر على أن يؤكد ذاته في كل مكان وتهتز أمام زوجته مثلا، أحيانا أمام مديرة، أحيانا أمام شخص معين. أنا مثلا حددت 3 أشخاص ما أقدر أؤكد ذاتي أمامهم، واحد منهم قريب يعني قريب قرابة، واثنين لا مو بقرابة، ما ماذا بينهم قرابة، لكني سبحان الله إذا وجدوا في مكان أنا ما عاد أقدر أعبر عن مشاعري. بديت أشتغل عليهم والله يا جماعة، وصرت أتواصل معه وأحط عيني بعينه وأتكلم وناقشه، وإذا قال كذا أقول لي ليش، واستقعد له، نسميها استقعد له. ليس الهدف أني أكسره، لا أريد أن أكسر الصنم الموجود في داخلي تجاهه، هذه العبودية، هذا الخوف، هذا التردد. وأبشركم الحمد لله تخلصت من هؤلاء وصرت أتحدث أمامهم بكل تلقائية وأريحية، اختيارا لا اضطرارا. أجي قضية تقبل الذات أيضا يختلف، في ناس يتقبل صوته ولا يتقبل بشرته، في ناس يتقبل شكله وكل شيء، بس إذا سألت أنت ولد مين يهتز، أو من أي مدينة ما يبغى يعلم، كنا من القرية اللي جنب يدعي إنه من المدن الكبيرة، مع أنه لابس وكل شيء. في ناس يتقبل جزء من ذاته ولا يتقبل جزء آخر. احصر في نفسك واحصري في نفسك ما هي الأشياء اللي ما تتقبلينها واشتغلي عليها، تسامحي معها، تعايشي معها،
وغير ذلك. قضية التقدير، إنسان تهتز يشعر بانخفاض تقدير ذاته في أماكن وفي أماكن يرتفع وما إلى ذلك، لابد أن تحصرها عشان أنك تتعامل معها بشكل جيد.